عيون شرار حتى يعرف شو وقت يبيته للمحبس وشو وقت يقول بات قال الربحان. يا بيه خبرة. اي والله خبرة. وتعرف يمتى تقول بات. بس الفايدة يا معروس فوق كل هذا لا احس اكو فتشي ناقصني. فتشي اريده اني. معقولة عمي معقولة اني نقصك شي وانت كذبي. انت هسه لو تريد تشتري مذاق الولايه كلها تقدر. اقدر فعلا بس السعاده يا معروس مو بالمال والفلوس. السعاده لما تحس نفسك انت قاعد بنص ناس تحبهم ويحبوك هي هاي السعاده. هي هاي السعاده؟ اي نعم. اذا تعرف هي هاي السعاده شكو عصر روحك هالعصره. مو عندك الشادي السنوية بدل ما تاكل بروحك صفنا توديه صفنا تجيبه بعدين احسن من ماكو دمش امورك. وانت تقدر يا مهروس اني افضل عايش وياك قادر طول عمري. عم مو قلت لك دمش امورك يا عم. الناس لبعضها عين يا سمراني يا حنطاوي وانا اريد اتسلى وياك انت. أنا عمي محروس رحم حياتي من غيرك ما لها طعم. من يوم اللي شفتك فيه اليوم أتمنى تعيش حياتنا سوا أبو سلامة. وعيونك لا أسوي لك في قصر يليق بمقامك. أسوي لك يا جنة شناشي العشاء مسبح داير مداير ومليان سمك ومحزب بالاجار وانا وياك مثل عصافير من شجره لشجره ونغر. اي عم نغر. انت يا ما تشعر وش تحكي انا وعم نغر. انساني عمي ما تقول لي سامع اليوم. بابا لا تقول السامع قول لي الشايف اللي مدوخك منو؟ عمي رحمة على والديك خاف البارحة ما نايم زين لأن اليوم انت مو على بعضك. بالعكس اليوم الوحيد اللي بياني على بعضك. اليوم الوحيد اللي بي انت على بعضك؟ ايه نعم. يعني رايك نبيع المدبغة ونظل نغري؟ المدبغة راح اسجلها باسمك يا مهروس. أريد أسويك خانم. خانم أسويني خانم عمي لحيتي واني ودع بها لوت بالمنطقة. أسويني خانم ليش عمي ليش ما ضيعت شباب ويا أنا حتى وراك باحش علي ما تقول ليش كرتالي دي وينقص ويا الشادي ولك محروس. ترى واحدة واحدة طلحن عمي خالم سويني انا بطلت حتى نص يوم ويا ماري بطلت انا عمي بقى. تعال تعال لك شو ترفع صوتك علي وتسوي لي كذا وكذا وكذا وحدة وحدة. عمي خالم سويني على كل حال الزم الزم هاي عادتين. ايه روح اشتري لك دشداكة جديدة. ايه وليفة وصابونة وروح للحمام الشعبي اغسل زين حتى جسمك يصير نظيف وريحتك طيبة لأن راح نروح قطار البيت الخانم. أها دقوني من الأول صار لك ساعة مضوقني دبديه الدين. يعني إذا أنت شوية قايمات عدتك وخلت على نفسك يا عم غير تقول لي وانت ساكتة ولا كان الشغلة يملك ودربك درب السلامة لا درب الصدمارة. يصير خير يصير خير يا بدرية. أروح يا بدرية أروح لا تخسرني أروح. جاك أبو داود يغرد شمارو يلا برا هلا أبو داود يا سلمان بيك بيك عجبك شو اليوم مغبي يا صباحي مش عبالك شنت نايم ليش يا ستار
اكو شي يخليك الساحر الليل كله؟ نعم، بغيت اسولف ويا روحي. اها، الليل بطوله؟ البارحه ما كان كل يوم. لا شنو يا البارحه كانت اكو حسبة عمر. حساب العمر يا كلب حساب دنيا. ما يفرق بي لا ليل ولا نهار. كل وراء التفكير الطويل والسهر الكثير. اش تبعي؟ قدرت تحسرها. شنو هي؟ الدنيا. والله لو قايل لي هالحكاية ما كان حزرتها إلك وريحتك من هالهم والعذاب. روح على شغلك أبويا، روح على شغلك. أنت غلطان. نعم غلطان شلبي. سلمان تتعرف يا متحكي؟ يعرف يا متحكي. ويا شلبي غير شلبي الحنين، شلبي أبو قلب الصافي، شلبي صاحب أكبر دولاب في أبو المحلة. دولاب يفتر لي النهار لي النهار. بس أحيج يوم يا بدرية وتلقينا بالح خان الفحم هذا كله ويلوج فيه. وتمام عم شكوري ويدي سلمان، أنت شلك لازم بلحتي بعوفي حالي. خلينا ناكل خبز وليدي. عافية عافية شكوري، هاي حكاية العدل ورد الجميل. لا تفرح شلبي، أنا حكاية مع الواحد يريد يعيش وبس. فهمت؟ ليه؟ دير بالك على كتبك لا تهرب قوبة. أقول عمي أو عمة بك جات أسعدك. أسأل الله. هذا الدينار؟ إيه؟ القص هذا يفتر. ولك انت ليش ما تشتغل وانت لسانك عاطفة؟ عمو مو انا همتات علي. خليتي؟ لا شلون خليتي؟ انا اريد اللي تايهة علي. وانا ما اريدها تايهة علي. اها والله ولا اخليها تي، انا اخليها تي ولا اخليها تي. يعني لك نوم. سلام عروس. حلو. شو طخت؟ شلونك يا العرفة؟ هسا ما تقول انت من طعتنا بهاي البلد يا قضا وجدنا؟ يا فلتي خير الدينار. ما تسأل عمك الشلبي، مو بس وحده هو اللي يعرف. ليش انت ما تعرف؟ مهروس اني اعرف الناس اللي راح يفرها الدولاب وتندبغ بثوب جديد وخان جديد مفروش حرير وقلوبات الوان. شكوري؟ نعم شلبي. عدل ليش ما بيابا؟ شلبي هاي قابيتي يا شلبي مو نهد حيلي. ادري عدي تنبل خانة انا خوبو تنبل خانة. هاي ما بقصد شلبي. لا اقول لك تقصير. ايه. ادي لاب من يوقف هذا تقصير متعمد. بعطيك راتب انا اريد بقد راتبك 40 مرة للبيع. خيرك هواي اقول الحمد لله وشكرا. يا خير. اشتد حالتي وفاكرين عنكم علي. ادي لاب اذا وقف هاي خسارة كبيرة. شغله بدها مستمر؟ صار انت تموت وانت لا بيوم ما يوقف لازم. صار شلبي صار. عم شكوري شد حيلك وصير قوي. لين شغلتك هاي ترى يراد لها حيل. ودير بالك تقول اني تعبان لو مريض. صدقني عم شكوري صدقني ترى تلقى روحك انت وجوالاتك بالشارع ويبقى الدولاب يفتر. وينهد حيلك ويبقى الدولاب يفتر. وانت توقع يبقى الدولاب يفتر. وانت مهروس انت هم راح يجي يوم يهرسك عمك الشلبي بالحوض بالنورة والزرنيك وبعدين يشرح على الحبل مثل الجلود وحتى الشارع ما يلفيك. شرفك دير بالك على روحك حباب، دير بالك من هذا الشلبي. أنا طالع. طالع يا حباب طالع. اطلع! اطلع دفعت مردي. إن شاء الله سيارة وسائق شكران على فاتك. اطلع! عم صدق هذا الحكي؟ ولك يا حكي راح تخبرني يا حكي. أني؟ أنشر على الحبيب؟
هسه راح اشرك بدون قراصات. تجيبك بالحكايه يا مهروس. انت ابتليت يا حجك ليش ما نسمع من اسمك؟ طبعا سلبي هذا تعبه سلبي خطيه. لك تحليتي؟ حل انت قبل لا حلك يا ابو سلبي. عم العفو عم ابوس ايدك عم سلبي 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 ما عاد اقول لك بيع ماكو ماكو تشتغل الضم صار اذا اجى واحد احمق قلب وعنده بضاعه زايده اخذها وضمها صار صار مفهوم صار 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 عم ابو سيدك عم هذا راس حدد هذا بروحي اه ترى يسويها ويبليك لا تقول ترى عم صدق شلون هذا بدون عقوبه اسمع له اه عمي عم اشتياق قطعات ابو سيدك شفر انا شفت رئيس على طلب وحده مثلك برشا تقول له العفو لا يقبل ابو سيدك لا يقبل اي اغلط عليه يقبلها من ورا سلمى يجيبها منا ويردها منا الدينا والدنيا والكتب وظهر بضيع براس انا والدنيا ابشروا ناتية هالهلي هالهلي من رحم البيت ابو سلمان وشلت سالت على قلبي اقول لك اخوي سلمان طلع طلع عسى لا رجع وكان على من؟ على سلمان الا قلنا خليه يذبح الكتف انت تقول لي بسطه من وراه استاهل اسمع لا ابو خالد يا شوف المجلات والله ترى هجموا خليك تتحسرون على شوف يا ريت يا بدع عمي يا ليش ما دعمك؟ ادعمك ونص ليش ما دعمك؟ اذا هم طالع من راس فرع وهم بدل قد هوري هو اجازه ما عندك والسنويه اللي مجددها هو خلي يجون المرور ويشوف يا انت سامع المرور شي يقول؟ شي يقول؟ الاسبقيه لمن في الحوش وانت انت حتى اشاره ما انطيت من ثول ها ها هذه الثول ليش تقول الثول ليش 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 بدال ما تقول لي الحمد لله على سلامتك هم زين ما انكسرت رجلك قامت ركبتك تقول لي ثول خلط الله عليك ورايتك بيضك عود ليش تقول لي ثول ليش 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 بس 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 تبرطني بعدها تعال قول لي منو انت منو 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 انا بلاي منو 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 انا محسوبك استجيطة ابن استليطة ابن استشحيطة الحلاق انت كل ذولة يعني كل ذولة ونص انا وابوي احنا صار لنا 156 و76 سنة من مصر احنا احنا انا وابوي اول من وجدنا زين الحفر والله احنا اللي سوينا زين الحوار احنا اللي سوينا زين النبرة صفر صدق احنا اللي سوينا التواليت بعد القصاته ايه القارصون والمجيدي والبروس وابو الشعشة وعرف الديج وكفشة الاسد وزين الواو اخر مودة هاي احنا هاي انا وابوي هاي انا وابوي استزيطة انا اعتذر ايه واسحب كلامي ايه اسحب كلامي بكرابك ايه ميش خالف باب بس يا خالف مقبول اعتذارك رحمة على والدك محلك هذا وين صاير؟ محلي عندي محل بالشاطمية زين وعندي بالعظمية ايه زين وعندي بالزعفرانية ايش طلعت؟ وعندي يم بيت خالك بدري بعد ابوك مدير البلدية اسمع انا اقول لك ماكو داعي للتصنيف تسألني وعلى قد السؤال اجاوبك وخلصت وبس اجي وياك تعال وياك اخبار شغلك شلون؟ حال الحال كل شيء على مزاجك انت بس تراويني عند بالتك وخلي يشتغل عليك الموس والماكينه والمقص ومشي من خاطرك طيب وكل شيء على هوا هيجي؟ هيجي محلك هذا له عنوان؟ ايه عنوانه خوش مزينتي وخوش مطهرتي وين ما يسقط يلقط وبين جايبه؟ من سوق هرج؟ اه على كيفك عيني جايبه من بطرك لو جايبه من سوق الغزل لو جايبه بين بالله اسمع اقول لك ما
موجودة على التصليب. تقعد حتى اخذك قط خفيف وتقعد. ما اقعد. لا تقعد. ما اقعد. اقول تقعد. ما اقعد. العب. العب. العب ما باللعب وبس. افرز. شمالك هوان. يمينك يقعد. تقعد. سيدة. لا شو تقعد. ما اقعد. تقعد. ما اقعد. تقعد. ما اقعد. 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 شكل زين. شكل ارتحت. جلدش قبره ما اشوفه. ادري هاي فاطمة تجاوزت حرمة الخال وحرمة البيت وحرمة العائلة. تجي من برا صي علينا. تعالي صوتك علينا. الله ما يرضى. بعدين هذا المقرود المطبخ خطية. والله شنو فقير. جاي كفخ رايح كفخ داخل كفخ طالع كفخ. الله ما يرضى. ايه صدق. شفت مقرود ومكفخة. والله. بدرية. بدرية افتهميني بدرية. المصلحة تقول لا تضيع وقتك الخالي بلاش. لا قصة مو بس المصلحة تقول أنا هم بدوي. خلاص قصة ما دام جيت. ايه؟ يعني حتى جيتك لا تروح حرامك. ايه؟ استلمي هذا المحروس. يعني شلون استلمي؟ ها اخذ ليها بالعرض بالمكينة. ليش مو اخذه بالطول؟ مو ميلو بلا يطلع يخزن. اسوي له تكزلف وداير ما داير حفر. اقول لك يا رملة اخذ احواف وفوق اعرف الديش. تدبرها لو لا عرف الديش وكفشة تتلس. ليش ما اشتغل شكل؟ استلمه وخذ راحتك. مفعوص يا مفعوص. اليوم اقطعك بهذا الموس يا مفعوص. هذا الموس ندفع. ما كنت افهم. مفعوصي يا مهروسي. اليوم اقطعك بيش بهاي ضروسي بعد. عم شكوري. عم شكوري. ايه اكسرها رجليناتك بالموري. خلي فيدك عم مكانك شكوري. اسمع دقل المطحة تقول. وخذ نفس زين. اقعد يم الحوض. غمض عيونك. اقطع النفس. او تقعد مثل الصنم. او العب وشوف بدرية ايش حسوي. اسمع اشتغل. تطير. بدرية. تقوم بسواها صدر. ايش علينا. اقول لك اقطع النفس. ولسي السمعة المصلحة حسن. عمي اشتبرتي بالمصلحة. محروس راح تخزينه. تقعد وتسمع كلام القصة. شي يقول لك قول تمر يا مصلحة. مفعوص يا مهروس. كل ما يقول لك انت راح تفلت مني قول له تعال. تعال قد مكاني او جربها للمصلحة زين. زيطة. انت لوتي لو تدعي بيها. انا هم لوتي وهم ادعي بيها يا الله. هسه شفت يهم منك هاي. انتم زين الجنوب رمزان. الصبح انا زين جنوب هالشي. والعصراني بطل. بطل بصوت خارم ده بطل. زيطة. ملكو العقلة. اخذك انت. ازيوني. هشتكي بريجي. الميجي وياك شو تسوي له؟ تعال ويا. زين. والبيجي وياه بنو مروش تسوي؟ شوف نشارة بسيطة. شارت عندي بهذا الموس وبنص خاصر تايم وبهذا الموس. الدنيا هندس ولا آن ولا ودع. بدرية سويت. بدرية مشي بتله من بعيد. اجتني شكل سوادة. شنو هاي سوادة في دواء؟ ما ادري بدرية. شلون ما تدري؟ اقولها مثل ما جتي راحت. وبعدين؟ بعدين ظليت واقف بذاك الليل بدرية وكان تجيني جمقة جمقة مال كلاب. جمقة؟ وتالي؟ الوخد ماشي بدرية. اكيد انعضيت. لا على بختك. ذبيت زرق على القاع. وصرت قطعة وحدة مسح آني والقاع والمزبلة ولا تعرفين.
لكن يا لمك وبعدين بعدين ما ظلت رجلي بدريه بس انا سمسمت وقلت ورا ورا وقبل ما يروح ورا الى ان اجى يتمشى من يمين اجى ورا بدريه ايه؟ هو يمشي وقاعد يمشي ورا هو يمشي وقاعد يمشي ورا هو يمشي تمشي ورا هاش مدري ايش بدريه ما ادري وانت فلت زمانك كمل بدريه فجاه دار وجهها علي انا همت كذبت خبر راسا غمضت عيني ليش حتى ما نشوف بدريه كمل كما عاد وصل يم البيت والله مد ايدي على الباب انا مديت ايدي على فادي لا والله دفر الباب صحت يمه دفر هالكليج بدريه دخل وسد الباب انا هم رجعت بدلت واحد انطيها اللي هي بسيطه باللي طب مش عاطه زين يا زيطة بالليطة ابن شعيط هذا البيت اللي دخلين بيت من بيت من بالله هو بيت من بيت خاتون وكخاتون نجيبة خاتون بيت حج صيهودة فدية والبساتي انت شلون عرفت هذا بيت نجيبة خاتون بباوة ايمو بباب عجيبة ولك اكو بيت ما بباب بابا هاي الباب تختلف شلون بها يدك زين اي دخل البيت ابو اليد شو يسوي طلع متزوجها يمه اجيب خاتون طلع متزوجها او ساعة اللي ما يجي بيها لهنا يعني هو ما يجيبها افتهمت ما خد عند جزاه زين انت تعال فهمني ها انت شلون عرفت هو متزوجها شلون بدرية لهنا وقلب ورقة عزا نسيت هذا السر من اسرار المصلحة اي معلوم اي مودة شوفينا احنا مفتحين بد بسرعة شي تقول لي يلا عدنا وشيني مكاتلين الهبري احنا مفادة شي محاضرة يلمي الهبري الحاجي ادري تسكت دعم طيب اصبر ايدك هاي عانة كاملة بلك تشبع هاي العانة مش يمر بيتي ايدي شيني ما رابيد يلا اللي سمعك يقول يطلع يوم يا عانة اوقف هاي لخ بسم مثل ما وصيتك عافية زيرة ها دير بالك وتفتح عينك زين وين ما يروح ورا ورا بتعمل هلو خدمتي جاني بداري بعد يروح قبل يطلعون هلو اسمعوا ده اقولكم ايه ابويا الله يرحمه ويرحم والديكم والديك كان يقول لي شي يقول ولدي الزيطة ايه افهمني الزين زين هسام ناس الاجناس صحيح ويختلفون من راس الراس ايه اكو راس يجي بيدك بالموس لكن لا تلح عليه بالفاس صدق واكو راس ما يجي بيدك لا بوس ولا بفص يعني شو سوي لكن متنقع بهذا الحوض وتغطط هنا يصير لا بس هم صدق تفهم في دول وش لازم شغل كناس المصلحة تكون أول مرة سامح الثانية افشخ عدل وعرف هاي نوبتك اليوم وفنك تطلع الله أنا أشمي شو يا أبا بدر يا أبا بدر يا أبا بدر شكو لا
باعي شلون ضارب ركن باعي.